أكد المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمي ضرورة اتباع أعلى معايير الدقة والحزم في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بكأس آسيا للسيدات. وقال الحواتمي خلال جولة تفقدية قام بها اللواء الركن الحواتمي اليوم للملاعب والمرافق وغرف العمليات والسيطرة وبعض النقاط الأمنية الخاصة ببطولة كأس آسيا للسيدات وأن قوات الدرك ستقوم بعملها المعهود لحفظ أمن وسلامة المشاركين. في البطوله بكل كفاءه ومهنيه ولن تسمح باي تجاوز للتعليمات الامنيه تحت اي ظرف مع مراعاه السلاسه في التعامل مع المواطنين والزوار وبما يعكس الصوره المشرقه عن الاردن